السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة محجوبة أم فاروق. اليوم درت معكم التاكوس بالسومو في مي، ودرتو بالطون، ودرت بليزيغ طوية. درت هاد الطوية في هاد الشكل هذا، ودرت هادو اللي محلولين من الفوق، ودرت لي كاري واللي بغاهم طوال. إوا جربوهم راهم لذاد وزوينين. غادي نقسمو هادي حتى الوسط، غادي لي صوص كل واحد يدير اللي بغا. هكا هنا غادي نسرحوا هاد لاصوص هكا، اللي بغى يدير الهريسه، اللي بغى يدير الحار، الواحد اشنو بغى يدير. انا اليوم هاد الطاكوس ما غنديروش باللحم ني بالدجاج، غنديرو غير بالسومو والطون. هنا نديرو الفريت، الفريت هكا، ونديرو هنا قطعه البصله، الدوير ديال المطيشه، وهنا نديرو سلطه، وهنا غنديرو طريفات تاع السومو وسلمون مدخن، طريفات هكا ديال السومو هكا. ومن بعد غناخد هاد الفريت نحطو هنا، ونزيد ندور هذا هنا، ونجيب هاد النص هنا، ها هو الساندويتش تاعنا. غنخليوه هنايا بلاتي واحد شويه، ومن بعد نحطوه في البانيني. المهم نحطوهم هنا، ومن بعد نديهم للبانيني. غادا نزيد معاكم وحدة أخرى، كنخليه كيكون شوية بيض هو اللي كنخليه من التحت، كنمشي للوسط هكا تا لهنا. كيما قلت لكم كل واحد يدير اللي بغا. درت هدا أنتي ميلونج هاديك سا هكا، فوالا. في الأول غندير بطاطا بهاد الطريقة، نستفها هكا هكا فوالا. شويه البصله، اللي يبغي البصله يديرها، واللي ما يبغيهاش يدير شي حاجه اخرى. جوج طروفه ديال المطيشه، الخس هنا، سلمون، هنا غندير الفرماج، حيت في الاول ما درتش الفرماج. يكون عندكم الفرماج داك الكاري المربع. هنا نهز هاد الفريت هكا ونحطو هنا، ندور هادي هكا هنا، نهز هاد الطريف نحطو هنا. نحاولو ندخلو كاع الحوايج باش ما يطيحوش لينا. انا درت الطون، تقدروا ديروا لي زانشوا، ديروا اللي بغيتوا، كل واحد وشنو يحب في الطاكوس ديالو يقدر يدير. وهنا نزيدو الفرماج، قلت لكم يكون الفرماج غابي ولا الفرماج مثلث ولا كيف ما كان، ولا هذاك المربع تاع ساندويتش. درت معاكم واحد بالطون، نحطو هنا. هنا غادي نحطو الطاكوس تاعنا. دركا حنايا حطينا لي طاكوس تاعنا في البانيني، وغادي نسدو عليهم ان شاء الله، كيوجدو غنوريهم لكم. بسم الله، لي طاكوس ديالنا هما وجدو ما شاء الله، شوفو ما شاء الله كي دايرين، كلهم بحال بحال.